تطرقنا كما تفضل في بداية حديثنا لعلاقات البلدين التاريخية الراسخة واستعداد البلدين للمضي قدما في سبيل تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعود بالمصلحة للبلدين وللشعبين. أكدنا على الاهتمام البلدين بما يجري على الساحة العربية والعمل على حل كل المشاكل بطرق سلمية. فيما يتعلق بالسودان شرحت لمعالي الوزير ما تعرض له السودان في الفترة الأخيرة من هجوم قادر لجماعة متمردة على الدولة، وكيف أن الحكومة السودانية تزعى إلى في ذات الوقت الذي تحارب فيه التمرد تزعى عبر منابر إقليمية لحل هذه المشكلة عن طريق الحوار. ونرحب الحقيقة بكل جهد أخوي عربي يصب في النتيجة النهائية وهي إيجاد حل سلمي لهذه الحرب في السودان. أيضا تطرقنا إلى مسألة الهجرة غير الشرعية التي تأثرت بها كثير من دول المطلة على البحر الأبيض المتوسط من ضمنها المغرب، واستعداد السودان بحكم تجربة سابقة له مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية والاتيان بالبشر أن يعمل سويا مع المملكة المغربية الشقيقة من أجل تخفيف آثار هذه الهجرة على المغرب والشعب المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.